ايوه، ما هو ده اللي انا عايز اساله. لو ويجز انضم للاستاذ الموسيقار الكبير هاني شنودة، تغير ويجز في ايه او تزود لويجز ايه؟ هقول لك على تجربة عملية. ها الأستاذ أحمد عدوية حبيب قلبي ده وزحمة يا دنيا زحمة. كان بيغني يقول إيه؟ اللي أنتوا عارفينه. ما تاخدوناش بالشوكة، خدونا بالمعلقة. ما بلاش اللون ده معانا. لا دي حلو. يعني أيوة كان في حاجات. بس كويس. أنا بقى رحت داخل على الخط بزحمة يا دنيا زحمة، أغنية كل الناس سمعتها، كل الناس حبتها، وهو من بعدها ما رجعش ولا مره للكلمات البذيئه، لان هو لقى ان الاغنيه فرقعت من غير ما هو. اصل المنتجين عندهم دايما يقول لك لا مش هتنجح، شوف لنا فنكاعه، شوف لنا مش عارف ايه بتاع الحاجات دي. انا ضد الموضوع ده. طب استاذ هاني، هو انت لما اديت الاغنيه دي لاحمد عدويه، انت كنت عاملها لاحمد عدويه ولا ما كانش احمد عدويه المفروض يغنيها؟ كنت عاملها لاحمد عدويه، لان المنتج عاطف منتصر قال احنا عايزين نجرب دم جديد مع عدويه. فكانوا مديني ميعاد انهم هيجوا لي. كلمني بالتليفون قال لي احنا بقى رحنا لواحد من الملحنين الشبان، وعدويه نزل متضايق وقال ايه ده، فاكرني عبد الحليم بيلحن لي حاجه زي عبد الحليم؟ لا لا لا. فقلت له طب تعالى نروح لهاني شنود. قال له انت هروح لعمده الغربي، ده انا ما كنتش عاجبني ده، مش حاجه من تاني. اقصى اليمين لاقصى الشمال. طيب قال لي فمش هنيجي. طيب خلاص شكرا. فالاستاذ عمر بطيشه اللي هو كان مدير الاذاعه، رئيس الاذاعه والشاعر الكبير اللي الشاعر الكبير، كان بيزور المنطق وقال له ده كذا كذا، حكى له. قال له طب تعالى. كان عندنا اجمل ماكينه اسبريسو في مصر. اول مره جبتها كنت انت. اصل انا غاوي قهوه. قال له بقول لك ايه، ما تيجي نشرب قهوه ونسمع برضه، يعني ناخد بخاطره وما نضايقوش وبتاع. انا متضايق ولا حاجه، انا دايما كان عندي قصه اللي هي ايه، اللي ما يعجبكش يا مطرب هدي لفرقتي. ما عنديش خساره. ما انت واخده بال حضرتك ايه؟ بالظبط. إيه لو انت ما غنيتهاش انا فرقتي جاهزه مصريين يغنوا. فقولي. الحقيقه لما جولي سمعوا ما بانش عليهم حلوه وحشه، الظاهره كانت شوكينج يعني. إيه خدوا بس الساعه الا تلت ومعادي معاه 8، لا مش سكتي رحت. يا سلام ولا عليك. ولا يا سلام عليك يا سلام. وكتير الناس كتير وانا عايزه مش عارفه ايه واطير. ثلاث ايام وكلمني بقى المنتج عاطف منتصر، في واحد حبيب قلبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ انت مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت بقول لك كده، قلت ابو شنو ثلاث مره هقفل في وشك، انت مين؟ قال لي تقفل في وشي، ده انا حبيبك عدويه. يا احمد. قال لي يا عم بتاع ده اللحن بتاعك ده خارج من دماغي، انا ما اسمعه اقوم اسمعه طلعه من دماغي يا حبيبي. انا مش فاهم اللغه بعيده عنك. طلعه من دماغي. قال لي نسجله بكره. قلت له لا نسجله لسه ما كتب. قال لي تكتب ايه؟ فرقتي هتخدمك. فرقته هو سميه على السمع. الناس الشعبي ودانهم هايله طبعا، ويحفظوا بسرعه ويجودوا اكتر ويعملوا يعني. وده بندي بقى انا كنت دايما اشتغل مع الايه؟ الافرنج. الافرنج. اذا صح التعبير. حضرتك غيرت عدويه وحضرتك اتغيرت كمان في جزء يعني. لا انا ما اتغيرتش، لان هقول لحضرتك بقى. ايوه بس عملت حاجه حلوه مختلفه برضو عن بقيه الحاجات. ده كلام مظبوط. بس حضرتك بقى، كان انا جبت بيس جيتار تحسين يرمر، درامز يحيى خليل. واو لزحمه يا دنيا زحمه. وجيتار ليلو. دول الافرانك، وانا طبعا دول الافرانك. والشعبيين بقى اسمه ده سامي البابلي الله يرحمه، يعني بقت الناس كلها، حسن مسعود الله يرحمه كل. الله. لا اظن محمد عصفور يعني. انا اختلط على الاسامي ده. المهم يعني كان توليفه ما بين الغربي والشعبي. حلو. فطلعت قنبله. النهارده ما فيش واحد شعبي بيجي في التلفزيون الا مع درامز بيس جيتار. التوليفه اللي اتحطت في زحمه. حضرتك كنت بتصنع واللي هم وراك.